مرحب حضرتكم مرة أخرى. والحقيقة بعد هذا الحادث الإرهابي الغادر، البعض التخوف من تأثير هذا الحادث وعلى نزول المواطنين للاستفتاء على الدستور. كاميرا صباح دريم نزلت الشارع المصري وحاولت تعمل نوع من أنواع الاستطلاع بين المواطنين عن تأثير حادث المنصورة في مشاركتهم في الاستفتاء على الدستور. هل هم فعلا خايفين ينزلوا، وهل هم كمان مع إدراك جماعة الإخوان المسلمين ضمن المنظمات الإرهابية؟ كل ده هنشوف في التقرير اللي جاي. نشوف التقرير. اللي حصل ده حادث إرهابي خسيس، حدث حوادث قبل كده إرهابية أعوام 91 ولم تؤثر على الدولة المصرية. الدولة المصرية قوية جدا، والاستفتاء هيستمر، والدستور هيتم الاستفتاء عليه، والناس مش خايفة ولا بيهمها. تعليق على الأحداث، إن ده عمل خسيس وعمل جبان صدر من فصيل قذر، الشعب المصري ضاق بيه. طبعا ده عمل إرهابي لا يقبل بيه أي دين ولا أي ملة، مش هيأثر، والشعب كله هينزل يقول نعم للدستور، والإخوان دول هيبقوا في مزبلة التاريخ، ومرسي إن شاء الله يعدموه، مرسي إن شاء الله يعدموه، والإخوان دول الأصول يبتعدوا خلاص عن مصر. بما إن إحنا عارفين مين هم وعارفين بيعملوا كده ليه وعايزين يعرقلوا الاستفتاء بتاعنا، بس إن شاء الله الدنيا هتمشي ومفيش حاجة توقف. الشعب واعي جدا جدا وعارف إن الأمور دي كلها محتملة. لا مش هيأثر، هننزل وهنقف زي ما نزلنا يوم 30 وزي ما نزلنا في ايام الثوره الاولانيه والثانيه ان شاء الله. ولو الحادث مش هيأثر طبعا على الاستفتاء، اكيد الدستور ملوش علاقه، بس كل اللي بيعملوه ان هم بيثبتوا ان هم جماعه برضو ارهابيه، وان كلنا لازم نقف ضدهم، والامور تمشي طبيعي. دستور الاستفتاء على الدستور او سواء الانتخابات الرئاسيه، كل امورنا تمشي طبيعيه. هم هدفهم ان هم يعطلوا الدستور. طبعا الاستفتاء ماشي، وان شاء الله كلنا هننزل وهنقول راينا بنعم، وان شاء الله مصر عمرها ما تتهزم. شعب مصر كله هيقول نعم ونعم، وهم دول الاخوان، هم دول طول عمرهم الاخوان. هو ده كارت ارهاب بيخوف الناس. واحد يقول لك انا انزل اقول نعم عشان اتضرب، عشان يحصل فجر، لا، لكن ده بيزود الناس اصرار وعزيمه على النزول عشان نحمي مصر.